وصلنا فقط الحالات المرضيه. الحقيقه الحالات المرضيه كثيره جدا وبعضها حالات صعبه جدا. الحاله اللي عندي النهارده محمود كامل، صبي عنده 14 سنه. محمود اتبترت ايده بشكل كامل نتيجه حادث من 3 سنين. هو دلوقتي حتى ما بيقدرش ان هو يقضي حاجته الا من خلال مرافق، ولا بيقدر ياكل ولا يشرب ولا يعمل اي حاجه، ومحتاج لجهاز ايد الكترونيه يساعد نفسه بنفسه. بس المشكله ان تكلفه الجهاز ده باهظه جدا وتصل الى مبلغ 1,039,000 للايد اليمين بس، وطبعا ده مبلغ ما فيش اي اسره عاديه ممكن تتحمله. انا متعشم في ربنا وفي الناس المخلصين ان هم يشوفوا هذه الحاله، وكل واحد يقدر يساعد باللي يقدر عليه عشان محمود يقدر يبدأ حياة جديدة من جديد. تعالوا مع بعض نشوف حالة محمود. اللي حصل له 21/3 سنة 2014 رايح يصلي المغرب، معدى على محول كهرباء جنب العمارتين المبنيين هنا دولت، محول مفتوح، التيار شد محمود، حرك دراعته، أدوا إلى بتر دراعاته زي ما حضرتك شايفة كده من مفصل الكتف. فمن تاريخ 21/3/2014 بنجري وما بنبطلش على التأمين وعلى المحافظة. طبعا نظرا لحاله محمود اللي انت شايفها ديت، عايز جهاز معين، جهاز الكتروني، لان ما عندوش مكان يركب فيه جهاز عادي. ونظرا برضو لان دراعاته الاثنين مفتورين، لو في دراع مفتور ودراع لا هيساعد نفسه بالدراع الموجود، لكن محمود ما عندوش لا دي ولا دي، ومن مفصل الكتف. فنظرا لكده لجأت للشركات الخاصه عشان نشوف لمحمود اي حل ياكل نفسه، يشرب نفسه، يدخل الحمام مع نفسه، لان هو النهارده طفل عنده 14 سنه، يعني دخل على مرحله الشباب، بعد سنه او اتنين هيبقى شاب. يعني النهارده والدته بتدخله او سته او انا اللي موجود، بس بعد كده مش هيرضى حد يخش على الحمام لانه هيبقى راجل. فاللي انا بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى ان اي حد من اهل الخير او اي حد من المسؤولين او اي حد ربنا يبعته لمحمود يساعده في الجهاز دوت، لان الجهاز دوت قالوا الشركات ديت قالت الجهاز اللي مناسب لحاله محمود ب1,039,000 جنيه عشان يقدر يقضي بقى بعض الاشياء، مش كلها كمان، لان البتر من الكتف الجهاز دوت حاجات معينه، يعني ليه نظرا للاعصاب اللي عنده والعضلات اللي فاضله في كتفه، عايز الجهاز دوت عشان يتعامل باشاره المخ ويقضي بقى بعض الحاجه اللي قلت حضرتك عليها دي. نفسي اشوفه تاني شايل شنطته وروح مدرسته، فكان في المعهد، ونفسي يتبالوا دراعي، يتركب له دراعي يقضي طلباته. بس اللي انا عايز امر ربنا بس اشوفه يمشي ويقضي طلباته بس. انا لو عشت له النهارده مش هنعيش له بكره. نفسي وامنيه حياتي اشوفه زي ما كان، بس مش اكتر من كده. ايد واحده حتى، دراع واحد ياكل، نفسه في حالي يا اخوتي يجي يستنى يقول الدنيا فلان. الله كده يعني اللي ينظر الحالة دي يبقى في قلبه رحمة، والناس الطيبة تنظره وتنظر حالته وتشوف مصلحته وتتبناه وتعمل له أي مصلحة. مصر فيها أيام، مصر فيها أيام، وقلوب فيها ناس قلوبها كويسة وقلوبها رحيمة. كان محاول ماشي راح أصل المغرب، مسك فيها فروح ما شفتش نفسي في المستشفى. وانا عايز اركب الجهاز ب1,039,000، وجهاز الايمن، والتاني ب400,000 للشمال. انا عايز جهاز واحد بس، الطرف الايمن لابو 1,039,000. ما عدتش بخرج الاول زمايلي، ما عدتش بروح الدروس ومروحش المدرسه.